بكتير من الأحيان كنت أتمنى من كل قلبي إنك تكوني عن جد بتحبي عائلة لوترا وبتحترميهم كمان وبتحبي كاران من قلبك، بس أنا كان بدي أثبت إنه هدول الوراء اللي قدمتيهم وعلى أساسهم صارت الأملاك باسمك أنتي مزورين، وهيك أنا بقدر رجع كل شيء منك. بس بتعرفي شو؟ اليوم أنتي قدمتي لي مفاجأة عمري. أنا عن جد كنت مصدوم لما قلتي للعالم وعلى التلفزيون إنه كاران ما بيعني لك كزوج وإنه مجرد شريكك بالشغل. يعني أنا هون استوعبت إنه أنا وأنتي نفس الشيء، وإنه أنتي ما بتهتمي بشيء غير المصاري، وهذا بيعني إنك مثلي وما بيفرق معك أي شيء تاني غير المصاري، يعني مثلي تماما. وبصراحة أنا من شوي كنت عم بمزح مع كاران لما قلت له إنه لما منوقع بمصيبة حتى اللي منفكرهم بيحبونا بيتخلوا عننا، وانت هلأ أثبتتي كلامي بأنه بالوقت الصعب حتى الغاليين على قلبنا بيتخلوا عننا بلحظة. وقل لك شو كمان، إذا عن جد انت رح تطالعي كاران من السجن فوقتها أنا ما رح لمح مجرد تلميح، لأنه بيكون الدليل إنك بتحبي عائلة لوترا مظبوط. ووقتها شوفي شو اللي رح أعمله أنا. رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي لحتى طالعك أنتي وعائلة لوترا كلهم وزدكم برات البيت. أنا لازم خلي بريدفي يصدق الشي اللي عم يفكر فيه. لازم خلي عيوني عليه وتعامل مع الموضوع بالطريقة يلي بشوفها مناسبة. لك سكر تمك. انت كيف بتتجرأ تحكي كل هالشي عني؟ بس لاني ما عم رد عليك مفكر انه فيك تضل عم تحكي شو ما بدك؟ اذا كتير مصر انك تاخد جواب على اسئلتك فهلأ رح قلك. صحيح اجيت لطالع كاران من هون، بس هالشي مو بصفتي مرته، انا اجيت لطالعه بصفتي شريكته بالشغل، لانه كاران شريكي عبارة عن منجم ذهب بالنسبة لإلي، وغير هيك هو ولا شي. عم تفهم؟ كاران، سمعت اللي قالته بريتا؟ انت مانك زوجها، انت عبارة عن منبع مصاري بالنسبة لإله وبس. انت مفكر اني ما بقدر ظرف عيلتك؟ الكل بيعرف كاران لوترا انحبس بطريقة بشعة. استاذ اخي بريء، ساوي اي شيء كرماله بترجاك. انا صار لي بعرف كاران من سنين، بس اخوك انمسك وبدليل كمان. هي ما انا قضية عادية، تعال فرجيك.